أهل السقيفة أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم مضيلات متنوعة ويتفننون في الصلاة على رسول الله. لنبدأ مع المضيل الأول. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا هو المضيل المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي عليه وسلم في هذا الجانب والله هو تسرح في خيالها بعد ذلك، بس هذا العام هذه أفضل شيء. والنبي عليه وسلم جمع كل، يعني والله في كل شيء في سيرة النبي عليه وسلم. الله يسلم. لو 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 تستفردوا تفردون إن شاء الله برنامج إن شاء الله. كيف عاشر النبي عليه وسلم أزواجه وكيف عاش معهن؟ النبي عليه وسلم، هذا اختصار للمضيل الأول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي سلم. هذا ربما أفضل، نعم نعم أفضل من الآخر. هذا المضيل تم حذف منه العين. ثم وعدها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وعدها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أحسنت، النبي صاد، وهذا أفضل مضيل ومختصر جدا. لا صاد ولا عين ولا لام ولا ميم، لماذا هذه الحروف الكافرة الرافضية جعلتموها في الصلاة على النبي؟ الأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم، الأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم. لا، مؤدب جدا ما شاء الله. يشاهد هذا المقطع لأحد كهنتهم وهو يتحدث عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وفي نفس الوقت لا يصلي عليه. شاهد المهزلة لهؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو نمرد بسرعة كده، قال من صلى علي صلاة واحدة، كان ممكن يبقى لي كام؟ 10 حسنات مش كفايه، 700 حسنه برضو مش كفايه، مليون حسنه برضو مش كفايه، اصل قدر النبي عالي، اصله غالي جدا عند ربنا، اصل ربنا بيحبه صلى الله عليه وسلم. فقال ايه؟ النبي عليه قال من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها 10. الله اكبر. يذكر فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه واله، وفي نفس الوقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم. في المقطع القادم هناك من اتهم الوهابيه بانهم لا يصلون على النبي، وهذا الوهابي يريد ان يدفع التهم عن الوهابيه، فشاهدوا المهزلة. ويكذبون علينا، يكذبون حتى إخواني بعضهم يقول لنا، أنهم يقولون لنا أنتم ما تصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم وما تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا سمعونا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعونا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. صراحة لم يكذبوا حين قالوا عنكم أنكم ما تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا استهزاء بخير خلق الله، لأن الله قال فيه. هو مش ربنا اللي قال إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ يعني يا جماعة اللي حابب يفعل فعل يفعله ربنا عز وجل ويفعله الملائكة، يكثر من الصلاة على رسول الله، ثم يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كم ممكن يشلنا يا أيها الذين آمنوا دي ويقول صلوا عليه وسلموا تسليما على طول؟ لكن الله شهد بالإيمان لكل من صلى على رسول الله محبا متطوعا. الله شهد بالإيمان لكل من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله محبا ومتطوعا. والسؤال، هل هؤلاء شهد الله لهم بالإيمان وهل يحبون رسول الله؟ ثم يتبجحون بأنهم أهل اللغة. أضحكني حين قال نحن لا نعرف النحو، هو لا يعرف أني أصلا خريج لغة عربية. يعني هذه مهنتي. اسمه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، او زياره النبي صلى الله عليه وسلم، او النبي صلى الله عليه وسلم. انت وديت اللغه فين يا ولد؟ يا خريج اللغه يا متعلمه يا بتاعت المدارس. حين يصلون على رسول الله صلى الله عليه واله ينسون كل شيء، لا لغه ولا هم يحزنون، لان الشيطان استحوذ على قلوبهم والسنتهم. هذه نصيحه، كثيرا ما اسمع مشيخات ومدرسين يبدأ فصيحا يعد كلماته وحروفه، حتى إذا ذكر النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تكلم تفاصح حتى أخرج كل حرف من مخرجه فأبلغه وأفصحه، إلا عند الصلاة على النبي فبيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليه صلى الله عليه وسلم؟ هذا نصيب الشيطان من فمه ولسانه. يا للعار ويا للمهزلة. ولكن هل يفعلون نفس الشيء مع أصنامهم أبو بكر وعمر وعثمان وابن تيمية إلى آخره؟ نشاهد أولا أبو بكر. عليه ماء باردا ثم قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب صلى الله عليه وسلم، ثم رد قال اشرب يا رسول الله.
رضي الله عن أبي بكر الصديق الأول الإمام الكبير في الإسلام سر خاليا رضي الله عن أبي بكر وصلى الله على محمد رضي الله عن أبي بكر وصلى الله على محمد إلى عمر صلى الله عليه وسلم لكان الله عزل لكان الله عزل الله عزل الله عزل الله عزل قول الله عزل قول الله عزل الله عزل إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. نذهب إلى عثمان. دفعهم إلى هذا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان نفاه النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما النبي صلى الله عليه وسلم لنذهب إلى علمائهم ابن القيم وابن تيمية لك صلاتي كلها يا رسول الله اللهم صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله قالوا لابن تيمية رحمه الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله نعوذ بالله من هؤلاء. هؤلاء عندهم مشكلة مع رسول الله فلو كانوا فعلا يحبون أهل البيت عليهم السلام لجعلوهم في الصلاة على رسول الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. شاهد وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. لا يظن ظان أن هذه صلاة الشيعة بظان لأنه إذا سمع هو اللي يقول هذه الصلاة على هذا الوجه الشيعة يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بلحن تسمعونه معلوم. إنما الصواب أن هذا بسند صحيح عندنا. قالوا للنبي كيف نصلي عليك قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن ثبت بسند صحيح عندهم الصلاة على رسول الله وآل رسول الله والوهابية فقط يكتفون بصلى الله عليه وسلم ويحذفون آله. مقطع آخر ومن أعظم مناقبهم في القرآن أيضا أن الله جل وعلا أمر بالصلاة عليهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طب دي فيها الصلاة على آل البيت يا مولانا؟ أيوة فيها. منين الكلام ده؟ من الحديث النبوي في الصحيحين. خلي بالك عشان هتعرف لأول مرة معنى الآية دي أنه يدخل فيها تبعا الصلاة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين بالصلاة على رسول الله وآل رسول الله ويعترفون بها. نكمل المقطع في صحيح البخاري من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فدخلت الصلاة على آله تبعا للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهو أمر من الله للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فالصلاة عليه تتضمن الصلاة على أهل بيته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شايف الكرامة دي؟ عاوزك تتصور كم مليون مسلم يصلون على آل بيت النبي كل يوم عشرات المرات صلاة الفرائض والنوافل وما شاء الله. يقول يصلون على آل محمد في الفرائض والصلاة بل رغم أنفك وأنف علمائك إذا لم تصلي عليهم في صلاتك فلا صلاة لك. ولكن هل تتجرأ أن تشرك الصحابة في صلاتك؟ لو فعلت هذا تبطل الصلاة. هذا يدل على أن أهل البيت أعظم شأنا ومرتبة عند الله من الصحابة أجمعين حتى جعلهم الله يصلى عليهم في كل صلاة. ولكن هل تشركوهم في الصلاة عندما تصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ولكن لماذا يا وهابية لا تصلون على آل بيت رسول الله؟ ألستم تعترفون أنه واجب الصلاة عليهم؟ فما هو السبب؟ قد لاحظت في الفترة الأخيرة انتشار على الواتس وعلى غيرها كلمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذه الكلمة صلاة مبتورة صلاة الشيعة يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بس. يقول هذه صلاة الشيعة. عجيب. رسول الله في البخاري هو من أمرنا أن نصلي هذه الصلاة. هذا الوهابي يناقض نفسه بنفسه. شاهدوا قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. علمنا السلام عليك السلام عليك أيها النبي في التشهد. طب نصلي عليك إزاي؟
فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما علمهم أضاف آله إليه. عجيب، هو نفسه يقول فلما علمهم أضاف أهله إليه، ثم مباشرة يقول صلى الله عليه وسلم، وينسى ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا هذا، هل رسول الله أضاف أهله مع أصحابه أم فقط أهله؟ لما علمهم أضاف آله إليه. فمن أنت حتى تضيف الصحابة وأنت بنفسك تقول بأن رسول الله أضاف أهله إليه ولم يضيف الصحابة؟ لماذا هذا الحقد الدفين على أهل بيت رسول الله؟ ثم بكل وقاحة يقولون نحن نحب أهل البيت، نحن أهل السنة. هل هذه هي السنة؟ هل هذا هو الحب؟ حتى الصلاة عليهم لا تصلوها؟ فضيلة الشيخ، يقول السائل يوجد في بعض النسخ للكتاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم، فما حكم إدراج لفظة آله؟ تخصيص آله ما يكفي، آله وأصحابه، تخصيص آله هذا صار شعار للشيعة الآن، ولا يجوز أننا نحيي سنة الشيعة في هذا. نقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أو نقول صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا الذي ورد في الأحاديث وفي هذا الذي ورد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. لا حول ولا قوة إلا بالله. نشاهد كيف رد عليهم عدنان إبراهيم. عليكم صلاة الله ثم سلامه بكل أذان فيه الله أكبر. لا 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 تسلم عليهم، لا تقول عليه السلام، هذه شعار الشيعة. الشيعة يصلون نترك الصلاة إذن؟ الشيعة يؤذنون نترك الأذان؟ الشيعة يوحدون نكفر بالله؟ ما هذا؟ أي فقه هذا؟ وينسب إلى فقهاء كبار أجلة. أيها الإخوة، ممنوع. إذا صار شعارا للمبتدعة فلا لا، ما هذا؟ أترك الشرع إذا صار شعارا للمبتدعة؟ بدل أن أفرح بأن هؤلاء المبتدعة كما تسميهم يشاركونني في سنة سنية، أنا أفرح، أنا أريد الخير لكل الناس، فمهما شاركني الناس في الحق الذي أراه حقا فالحمد لله له الحمد والمنة. قال لا، أنا أترك هذا الحق، لا نريده، لأن الشيعة تصطنعه. في الحقيقة ليس لهذا، لا، بل لشيء في القلوب على أهل بيت رسول الله، يريدون أدنى حيلة وأدنى معذرة حتى ينقص آل بيت رسول الله من حقهم، ثم بعد ذلك نأتي ونزعم أننا من أحباب آل بيت رسول الله. عجيب أمر الوهابية، يعني نصب وعداء لأهل البيت واضح بدون تقية. هذا فخر لنا نحن الشيعة، أن يكون شعارنا هو الصلاة على محمد وآل محمد، وأن عدوك يعترف بذلك، فيا له من فخر. الحمد لله الذي وفقني وجعلني من الذين يصيحون بأعلى أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد، صل على محمد. معاوية، معاوية، صل على محمد وآل محمد، ونضيف بس محمد وآل محمد. محمد وعلى آله وصحبه. خرب خرب. لا لا، اصبر اصبر اصبر. معاوية قول اللهم صل على محمد وآل محمد فقط، لا تضيف شيء. تكرم عينك، بس اول شيء نتفق مين هن آل محمد. ما يخاف، بس قولها وبقولها، وحتى لو عندك صلاه ابراهيميه، صلاه ابراهيميه. قول اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله كيف يقدر ركب. لا، قول اللهم صل على محمد وآل محمد، اسكت. بس في شرط انه آل محمد زوجات محمد من آل محمد بقولها. يا بقلبك اعتقد انه زوجة النبي، هذا شأنك، لكن قول الله، اريد اشوف لسانك ياخذ عليه. قل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شفت إخواني، أقول بس اللهم صل على محمد وآله. يقول لا تحرجني أرجوك، ما يقدر ينحرج. يقول يسوي شيعي المشكلة. لا حول ولا قوة. يحق واد، نعم أستاذ، يحق واد الصلاة
الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه واله تقريبا كتر يعني انا اي واحد بتكلم معاه بحاول اوجهه للصلاه على النبي بالصيغه الصحيحه او بالصيغه الوحيده اللي النبي عملها لنا يعني اللي هو اللهم صل على محمد وال محمد. عايز ازود التسليم والبركه اقول اللهم صل وسلم على محمد وال محمد بنسبة 5% تقريبا اللي ممكن يتقبله. 95% مش متقبلين. هتحط الآن احط الصح. قول صلى الله عليه وسلم انا معك كويس. لكن تحط الآن تحط الصح. وده نتاج ايه؟ نتاج ابو سلطان وابو عائشة. والله العظيم الناس تصعب عليك والله. انا قعدت مع اشخاص من الاسرة عندي. يا عم يقول الله واقعد اجيب له اقول له انت في التشهد بتجيب سيره الصح او في الاحاديث اللي ورده عن النبي في سيره الصحابه ما مش موجودين الاصحاب انت ليه بتحطهم في حديث قال الاصحاب طب في حد من الاصحاب صلى بصيغه وصحبه احسنت مش موجود خالص يعني في اول الاسلام النبي والخلفاء الراشدين والصحابه مش موجود والاصحاب خالص بس فعلا عشان كده بقول ان الدين الاسلامي اخ محمود لا لحظه اخ محمود بس اضيف لك واكمل هما ماذا يقولون؟ يقولون لا تفعلوا هذا الامر نقول لهم لماذا؟ يقولون لو كان في هذا الامر خير لسبقنا اليه الصحابه صح ولا لا؟ كم مره سامح يقول لو كان هذا مثلا المولد النبوي لو كان خير لفعلوه الصحابه لماذا لم يفعله الأئمة؟ لماذا لم يفعله النبي إلى الآخر؟ ليش؟ لأن لو كان خيرا لفعلوه من سبقنا. الآن بناء على قولك مين من الصحابة قال اللهم صل على محمد وعلينا نحن الصحابة؟ مين؟ طيب إذن هذا مو خير. إذن هذا لو كان خير لفعلوهم. طيب لماذا الآن تقولون اللهم صل على محمد وصحابة محمد؟ شوف والله العظيم يا أخ محمود أنت تثير أمور يشهد الله أنه مثل الثلج على قلبي. يا أخوان الحق بين واضح واضح لكن هي عندما تصل إلى الشيعة يقلبون الموازين. الآن أمامكم الأخ محمود وهو من أهل السنة الله يحفظه ويستر عليه ورحمة الله على والدي ورحمة الله على البطن اللي حملت. أنا جدا أحب الأخ.